سهلة كبيرة. كنوجه الشكر ديالي للساكنين في مدينة طنجة على إنجاح العرس الانتخابي ديال 8 شتنبر، وكذلك كنوجه الشكر ديالي لجميع السيدات والسادة أعضاء المجلس اللي ساهموا في إنجاح هذه الدورة انتخاب الرئاسة. والكلمة اللي كنوجه أننا حنا غنحاولوا نشتغلوا كفرق سياسية جميعا لمصلحة الجميع ديال المدينة أولا قبل كل شيء، نحاولوا نطفوا جميع الخلافات ونشتغلوا كفريق واحد، لا أغلبية ولا معارضة، لأن الرهانات اللي كتنتظرنا كبيرة بزاف باش يمكننا نعطيو واحد الصورة ديال المجلس في هذه المدينة هذه. غنحاولوا غنتجاوزوا جميع الخلافات لأن كل شيء باغي المصلحة ديال البلاد. ملي كتكون المصلحة ديال البلاد أولا جميع الخلافات تدوب. هذا الشيء عادي. شكرا. لأن كتنتظرنا رهانات كبيرة لا من المشاريع اللي عطى انطلاقة ديالها صاحب الجلالة. سنقوم بتتمة هذه المشاريع والاستمرار. فلا وقت لنا لهدر الزمن في بعض المسائل اللي هي فارغة أشوفها. باقي غادي نجلسوا إن شاء الله غادي ندعوهم باش نجتمعوا ونكونوا خوت مع بعضياتنا، والصالح العام هو أهم حاجة.